نعم. طيب احنا هنستسمحك تقرأ لنا يعني حاجة كده خاصة لجمهور اليوم السابع ومستمعي اليوم السابع، وهنستسمحك كمان في دعاء عقب القراءة مباشرة، يعني بمناسبة ربنا يرفع عنا البلاء في اللي ربنا مبتلي بيه العالم كله ده، كورونا، وكمان للشهداء اللي استشهدوا أمس في بير العبد رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.